عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع كبار مسؤولي شركة شنايدر إلكتريك خلال زيارته لجناح الشركة، وتناول اللقاء موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومنها تنفيذ المشروع التجريبي لإدارة الغازات الدفينة بوحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول. وزار الوزير جناح شركة سيمنز الألمانية واستمع لعرض حول أحدث تقنيات الشركة في مجال تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية وأنظمة تحلية المياه والتقنيات الحديثة في مجال التحول الرقمي. وزار الملا جناح شركة إيمرسون واستمع لعرض حول أحدث أنظمتها وتقنياتها في مجال التحول الرقمي والحلول الرقمية بما يساهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية بشأن تغير المناخ إن على الدول الاتفاق على اتخاذ خطوات طموحة لمكافحة الاحتباس الحراري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، وطلب في مؤتمر صحفي على هامش أعمال القمة الحكومات بمنح مفاوضيها أوامر واضحة بالتحرك قدما بدلا من الوقوع في فخ تسجيل نقاط فحسب واتباع سياسات القاسم المشترك الأدنى. نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة ودورها كمنصة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر. جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28، حيث تم تسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجا قابلا للتكرار في الدول النامية والاقتصادات الناشئة للتغلب على التحديات المناخية تعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف. من جانبها لفتت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن برنامج نوفي تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل ونموذج فاعل لتحفيز التمويل الميسر في مجالي التخفيف والتكيف. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط تراجعاً بسبب تخفيضات إنتاج النفط الجديدة لمجموعة أوبك بلس أنها ستكون في الربع الأول من عام 2024 وليس حالياً، وانخفضت العقود الأجل للخام برنت بنسبة 2.6% ليسجل 75.61 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الأجل للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.35% ليسجل 70.62 دولار للبرميل. كما انخفضت أيضاً أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.97% لتصل إلى 2.58 دولار للتر. بالمقابل هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل 72 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقات أوبك بلس تؤثر على إيرادات الحكومة. وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية 2024 أن المملكة قررت مع شركائها في أوبك وأوبك بلس تخفيضا كبيرا جدا في الإنتاج، وأن هذا بالتأكيد سيؤثر على الإيرادات. وجاء في بيان الميزانية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 9.8 ملايين برميل يوميا بحلول سبتمبر بانخفاض 6.9% عن العام السابق بسبب التزامات السعودية تجاه أوبك بلس.